ياف قدقوس او على حسن يبدا، حسن يبدا في ضربة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. حسن يبدا لا تتكلم مع اللاعبين، اتركهم يتكلمون مع الحكم وركز فقط، لان هذه الضربة مهمة ومهمة ومهمة جدا. هدف في الخمس دقائق الاولى. هذا هو الحارس المياغري نادر، 35 سنة لديه من الخبرة، ما لديه 25 مباراة مع المنتخب المغربي. في الجهة المقابلة سيكون لحسن او حسن يبدا في تنفيذ هذه الضربة، فرصة كبيرة وكبيرة جدا للمنتخب الجزائري حتى يفتتح باب التسجيل في هذه المباراة الكبيرة. يبدا ان شاء الله ستكون جميلة.